No Hard Feelings، فيلم كوميدي ورومانسية إنتاج 2023. مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، لا يصلح من أعمارهم أقل من 18 عام، متوفر أونلاين للمشاهدة. قصة الفيلم: تصبح مادي على وشك فقدان المنزل الذي تربط داخل جدرانه، فتقرر المشاركة في خطة لمساعدة عائلة ثرية ومواعدة ابنهم الانطوائي البالغ من العمر 19 عاما. ولكن سرعان ما تكتشف مادي أن مهمتها ليست سهلة. السيناريو والحوار: السيناريو بسيط بدون تعقيدات، بناء درامي بسيط كبداية ووسط ونهاية، مشاهد كثيرة معتمدة على كوميديا الموقف، ونجح السيناريو في ذلك. بشكل عام السيناريو بسيط جدا وسطحي أيضا في النهاية، وشفنا أفلام زي كده كتير والفيلم لم يضف الجديد، ولكن السيناريو مسلي بوب كور. الإخراج والتصوير والإضاءة: الفيلم بشكل عام كوميدي، لحظات درامية بسيطة، فالإخراج بسيط واعتمد على اللقطات البسيطة واستخدام الكاميرا الثابتة في أغلب مشاهد الفيلم، مع بعض المشاهد اللي احتاجت كاميرا متحركة، ونجح المخرج تماما في ذلك. التصوير جيد كمجمل، الإضاءة ملائمة للأجواء العامة بالفيلم، الموسيقى اختيارات مناسبة للفيلم، المونتاج نقل سلس بدون مشاكل، الممثلين: جينيفر لورنس أدت المطلوب منها وبشكل جيد جدا. المتميز فيها أنها بتنوع في أدوارها، ودي نقطة جيدة لها، ولكن لابد أن تراجع حساباتها، أنها من فترة وليست بالقليلة ليس لها أعمال متميزة، وباقي الممثلين قاموا بواجبهم أيضا. الفيلم مسلي ولا تنتظر منه الكثير، لا يناسب المشاهدة العائلية نهائيا. أحداث الفيلم تجمع مشاهد رومانسية وكوميدية وأخرى حزينة، وعندما نتأمل محتوى العمل نجد أنه يركز على الفرصة الثانية في حياة الإنسان والتي يجب أن يحسن استغلالها، ويكتشف أبعادا جديدة في تكوينه، ومن خلال ذلك يستطيع حل مشاكله والتواصل مع البشر. تقييمي للفيلم هو 6 من 10.